أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي القيود للإمام التي إن تعداها جاز لعلماء المسلمين الخروج عليه؟ يا أخي لا تبحثون في الأمور هذه، لا تبحثون في الأمور هذه، ما في بحثها بالمجالس العامة ولا فائدة، بل فيها ضرر. نعم، أنتم اعرفوا الأصول، اعرفوا الأصول والضوابط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.